حياكم الله من جديد. تنظم وكالة الفضاء السعودية أول مؤتمر متخصص بعنوان الحطام الفضائي، تأمين مستقبلي اقتصاد الفضاء العالمي، خلال شهر فبراير الجاري. ويقام المؤتمر بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بصفته شريك محتوى. نتحدث أكثر عن هذا المؤتمر وتفاصيله مع ضيفتنا وضيفتكم الأستاذ روان الريس، أخصائي أول تقنية الاستكشاف بوكالة الفضاء السعودية. حياك الله معنا أستاذ روان، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا اليوم. الله يحييك، شكرا لكم، أنا يسعدني أكون معكم اليوم. الله يحييك. خلينا نبدأ معك يمكن عن هالمؤتمر. أنا أعتقد يمكن هذا أول مؤتمر من نوعه في المملكة. صحيح. وكذلك حتى في المنطقة. لو بس تعطيني نبذة عن هالمؤتمر وعن المشاركين فيه تحديدا. صحيح، هو هذا أول مؤتمر مختص في الحطام الفضائي تستضيف المملكة. طبعا المؤتمر يعني يطرح قضية جدا مهمة حاليا في مجال الفضاء، ولها تأثير يعني بشكل كبير. يمكن أول شيء يعني أحب أذكر أن هذا المؤتمر بيعزز من مكانة المملكة كمستضيفة لهذا النوع من المؤتمرات أو الفعاليات، وهو شيء يعني ما راح يكون ممكن لولا دعم سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء. الحمد لله يعني إحنا قدرنا أن نبدأ هذا المؤتمر، وهو بيكون على مدار يومين، ويجمع جهات عالمية من وكالات إلى شركات وغيرها من الجهات اللي هي حاليا يعني قائمة على أعمال إما أنها تكون حلول لمشكلة حطام الفضاء، أو أنها تكون يعني جهات منظمة أو اللي هم البوليسي ميكرز أو مهتمة في أنها يعني صانع السياسات. بالضبط. نعم. صحيح. هذا المؤتمر يعني وش الأهداف خلف إقامة المؤتمر هذا؟ بالنسبة للمؤتمر يعني في أي قضية هنقول أو تحدي نوعا ما جديد، أول شيء لازم نبدأ فيه هو أننا يعني ننشر الوعي. فخلينا نقول هي يمكن ثلاث أهداف رئيسية للمؤتمر. أولها نشر الوعي في التحدي اللي إحنا نواجهه حاليا، حطام الفضائي، بيئة الفضاء حاليا والوضع الحالي وإيش الأضرار اللي ممكن توصل لها مستقبلا. هذا بالنسبة للهدف الأول. الهدف الثاني هو أن يكون في آلية أو يعني نقاشات أو بحث في اللي هي السياسات أو الاتفاقيات، ممكن تكون بروتوكولات للحد من هذه المشكلة مستقبلا، ممكن تكون في يعني أشياء تنظيمية لإطلاق الأقمار إذا كان في وسائل التعامل مع الحطام وغيرها من الأمور. أخيرا ممكن نتكلم عن اللي هو من أهم الأشياء اللي هو البحث والتطوير في هذا المجال. يعني هذا طبعا بيعزز من دور المملكة كشريك بوتنشلي شريك عالمي في البحث والتطوير تحديدا في هذا المجال، وهو هذا يعني نقول لنا نوعا ما الحلول جديدة فأغلبها في مرحلة الابتكار أو في مرحلة البحث والتطوير. فهذا بصورة عامة ضروري جزء مهم هنا أننا يعني نسلط الضوء على التعاون اللي نأمل أنه يعني يحصل من مؤتمر من هذا النوع. هي قضية تخص كل الدول العالمية، ما هي فقط على دولة واحدة، وشيء لازم يعني تجتمع عليه الدول لإيجاد الحلول. أبغى أسمع منك أكثر، يمكن قد يتساءل سائل اليوم يقول طيب هذا المؤتمر قلتي يمكن الأهداف وتفضلت فيها عدد المتحدثين، ليش أصلاً بتقيمون هالمؤتمر؟ لكن نبغى نتكلم عن الأثر إذا جازنا اليوم، يمكن وش التأثيرات المتوقعة اليوم لما استضيف هالنوع من المؤتمرات، وهي صراحة في مجال وقطاع جديد. إحنا مع الرؤية بدينا نشوف قطاعات يعني مستحدثة وجديدة، ما تعودنا ما ألفنا أنه إحنا نشوف هالقطاعات هذه ونشهد حراك كبير على مستوى عالمي أو على حتى مستوى إقليمي. التأثيرات اللي متوقع أنها تصير وشي من هالمؤتمر؟ طبعا يمكن الشيء اللي ممكن أقول أنه مميز في الفضاء تحديدا هو أن هذا المجال يخص قطاعات كثيرة وذن يرتبط فيها كتطبيقات. يعني عندنا مثلا رصد الأرض، عندنا الاتصالات، الأشياء يعني بكل بساطة مثلا الجي بي اس، هذه أشياء يومية إحنا نعتمد على الفضاء فيها لحياتنا اليومية.
فهذا المؤتمر بالرغم من انه هو يعني يمكن ان ينظر لها البعض انه هي مساله محدده ويعني سبيسيفيك الى حطام الفضائي او شيء بالفضاء، لكن فعليا اثرها بيكون على قطاعات كثيره. فالاثر بيكون يعني غير انه بيكون في مجال التعاون الدولي، غير انه بيكون بيفتح المجال لابتكارات جديده وابحاث جديده. تعرف الابحاث بعد هي يعني عاده يكون لها اثر اقوى اذا كانت هي بتعاون، بتاثر على يعني مستقبل الفضاء بشكل عام. اننا نحرص ان تكون بيئه امنه يعني ياثر على قطاعات مختلفه. جيد استاذ روان، احنا تعودنا نسمع دائما على الفضاء او على الاقل تقدير طوال الخمسه عقود الماضيه السباق اللي يكون موجود اليوم بين الدول فيما يتعلق بالاقمار الصناعيه. تعودنا نرى اقمار صناعيه، رحلات لمحطة الفضاء الدولية لأبحاث معينة لأهداف علمية، لكن ما قد سمعنا عن حطام فضائي اليوم وتقام له مؤتمر دولي. ليش أصلا وش معنى الحطام الفضائي؟ هل نقدر نعرف وش معنى الحطام الفضائي وليش احنا مهتمين نسوي له مؤتمر دولي؟ أكيد الحطام الفضائي يعني باختصار هو أي جسم من صنع الإنسان احنا أرسلناه للفضاء. عادة تكون يعني أنواعها مختلفة، ممكن يكون هو قمر صناعي هو غير نشط حاليا، خلاص انتهى العمر الافتراضي للقمر الصناعي والحين يعني ما صار نشط وما يقوم بأي أعمال وهو موجود في مدار محدد. ممكن بعد نوع ثاني هو أن تكون بقايا صواريخ تم يعني إرسالها، ممكن تكون مجرد أجزاء، وممكن يكون أثر اصطدامات حصلت بين أقمار صناعية وأجسام يعني من مختلف الأنواع، ممكن حطام مع قمر صناعي أو قمر صناعي مع قمر صناعي. ويعني عشان نعطي مثلا الصورة عن الوضع حاليا في الفضاء، عادة نصنفها حسب حجم الحطام، فنتكلم عن حطام أكبر من 10 سنتي أو بين الواحد وعشرة سنتيمتر أو أقل من الواحد. أكبر من 10 سنتي إحنا نتكلم عن تقريبا 35,000 جسم متواجد حاليا، هذا يعتبر مجرد حطام. بين الواحد وعشرة هنا نتكلم إلى 900,000، إذا قلنا أقل من واحد سنتيمتر إحنا هنا نتكلم الملايين يعني 100 مليون. فهذا يعني عدد كبير، وفي الوقت الحالي إحنا يعني عندنا إلى تقريبا 11,000 قمر صناعي في المدار. طيب خليني أوقف يمكن عند جزء معين هنا عن تحديد الحطام. قلتي أنه الحطام اللي أقل من واحد سنتي هو بالملايين، وهنا يمكن يبرز السؤال أنه كيف يعني يتوقع أن يتم التعامل مع النوع من الحطام، وإحنا نتكلم عن مساحة فراغ يعني ما في جاذبية، من الصعب جدا اليوم التحكم بهالعملية، عملية التتبع كيف تتم. ودي بس تعطينا لمحة يعني كيف يمكن أن تتعامل الدول أصلا مع الحطام الفضائي. طبعا يعني الأقمار الصناعية إذا تخيلناها حول الأرض نتخيلها مثل الطائرات مثلا أو مثل السيارات، يعني لازم يكون في تنظيم للترافيك يعني مسارات الأقمار الصناعية. فأي قمر صناعي يتم إطلاقه لازم أول شيء يسجل، وهذا كان قرار يعني حصل من الستينات تقريبا أنه يتم تسجيل أي جسم أو ممكن يتم إطلاقه للفضاء. فبداية أنت هنا عندك اللي هي البيانات كاملة لكل يسجل شيء. يسجل في وين؟ يسجل في اليو أن اللي هي مكتب الأمم المتحدة بشؤون الفضاء. نعم صحيح. فيتم تسجيله وكذا أنت عندك معلومات كافية عن الأقمار الصناعية. طبعا كل الأشياء تحدد قبل نرسل القمر، من المدار وين بيكون ارتفاعه وكل هذه التفاصيل يعني يتم تحديدها مسبقا قبل إرسال القمر الصناعي. خليني أوقف معك يمكن عند جزئية مهمة اللي هي يعني وهذا أمر لافت حقيقة، حقوق الطريق للأقمار الصناعية. هل هناك حقوق طريق للأقمار الصناعية زي ما في حقوق طريق اليوم على الأرض، وكيف تتم العملية؟ كيف يتم ضمان أنه هذا القمر هو في الطريق المرسوم له وفي المدار المرسوم له، وأنه ما في قمر آخر يمكن أن يقع فيه في نفس هذا المدار؟
صحيح طبعا، هذا يعني جزء مهم حاليا خصوصا مع مشكلة الحطام الفضائي اللي هو الترافيك مانجمنت أو تنظيم الترافيك المتواجدة حاليا للأقمار. عادة يكون عندنا مثل ما ذكرت وضوح في المسارات للأقمار الصناعية، لكن الحوادث تحدث ممكن بسبب اصطدامات أو غيرها من الأمور اللي تأثر على مسار القمر الصناعي. يعني يمكن أول حادثة وسببت ضرر كبير كانت في 2009 بين قمر روسي وقمر أمريكي، والاصطدام أدى إلى أكثر من 2000 جسم تقريبا إلى الآن هو حطام، فهذا من حادثة واحدة احنا نتكلم. فأكيد أنه لازم يصير فيه تنظيم حاليا، تكون في جهات هي اللي يعني عندها للمراقبة. من يتحكم بهذه الحركة المرورية والمدارات وكيف؟ المشغل عادة، فهي نوعين، عندك عادة الجهات اللي هي تراقب أو تتم عندها عملية مراقبة، وهي اللي ترسل الإنذارات للجهات المشغلة، زي مثلها مثل عملية مثل ما ذكرت سابقا الطائرات، يعني نوعا ما مشابهة. المشغل عادة هو اللي يرسل نقول الرسائل للقمر الصناعي أنه يعمل اللي هي المانوفرز أو الحركة عشان يتفادى أي تصادم ممكن يصير. بس في لها دراسات، في لها نسب تحدد احتمالية حدوث التصادم، يعني مو دائما تكون يعني الأكيرسي مو دائما تكون بنسبة عالية، دقة الخطر خلينا نقول أو نسبة احتمالية حدوث أي حادث مثلا. أنا أشكر كل الشكر أستاذ روان الرئيس أخصائي أول تقنيات الاستكشاف بوكالة الفضاء السعودية، أتمنى لكم كل التوفيق في هذا المنتدى اللي يقام لأول مرة في السعودية ويقام لأول مرة في الإقليم، نتمنى أن تكون النتائج يعني عند طموحاتكم بإذن الله فيما يتعلق. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بعد الفاصل لنعوده.